طيب احنا خلونا نتكلم برضو مزيد من التفاصيل. معانا على الهاتف استاذ احمد الباشا الكاتب الصحفي ورئيس تحرير روز اليوسف. الو من برلين. الو يا استاذ احمد. الو الو صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح النور. معلش صوت حضرتك مش واضح. الو انا سامع حضرتك كويس. اتفضل يا فندم. طيب احنا كنا من شويه يعني بنناقش مع بعض يمكن اصداء الزياره اللي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لالمانيا واصداء هذه القمه اللي اقيمت في برلين على كل المستويات. احنا يمكن الجميع بيتكلم على المستوى الاقتصادي ومكافحه الارهاب. حضرتك شايف ايه النقاط البارزه في هذه الزياره اللي ممكن يكون ليها اصداء على المدى الطويل؟ اتفضل يا فندم. طبعا خليني اقول لحضرتك ان الزياره دي كانت لمده 4 ايام الرئيس عبد الفتاح يعني بها شقين. شق خاص بافريقيا باعتبار ان مصر دوله افريقيه وان المانيا مهتمه بافريقيا منذ ان كانت ترأس مجموعه الـ20 من العام الماضي. وخصوصا وان المانيا ستتولى قياده مجلس الامن من يناير القادم وتوقيت متزامن مصر ستقود الاتحاد الافريقي. هناك علاقات مهمه جدا على المستوى الاقليمي تخص هذا الدور منها الحدود الشرعيه وتنميه هي مبادره قامت بها المانيا وخص تخطيط افريقيا نحو المستقبل بجانب المزيد من الاستثمارات وتحسين الاوضاع المعيشيه في افريقيا باعتبار ان دوت دي كافه منابع الارهاب ومنابع الحدود غير الشرعيه ودي الفلوس اللي بتعاني منه بشكل كبير جدا اوروبا والمانيا تحديدا. تمام. يمكن التجربه المصريه في صفحه الهجره غير الشرعيه يعني حديث في اوروبا كلها وفي العالم كله خصوصا ان مفيش مركب واحده خرجت من مصر من سبتمبر 2016 ودوت شهاده نجاح كبيره جدا ودي كانت المجهودات الذاتيه قامت بها الدوله المصريه زي ما نقول يعني عند تعلم اوروبا بشكل كبير جدا اللي بتدرسوه خصوصا ان مصر قامت بيه لوحدها. مصر كانت رؤيتها بهذا الشكل ان مش بس مجرد ان انا امنع الهجره غير الشرعيه لكن مهم جدا في تنميه مستدامه لافريقيا منع هذه الهجره. تمام. ده بالنسبه للجانب او الشق الاقليمي الخاص بك العلاقات الثنائيه المصريه الالمانيه. عايز اقول لك يمكن الرئيس كان هنا موجود في 2015 في اعقاب ثوره 30 يونيو العظيمه وكانت الاجواء في اوروبا وفي العالم كله ربما كانت ضد الثوره المصريه بشكل كبير. مظبوط. النهارده في 2018 هناك يعني نائب الرئيس المصري رغم وجود 11 زعيم ورئيس دوله افريقيه الا ان المستشاره الالمانيه ميركل ادرك مباحثات خاصه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان بينهم مؤتمر صحفي ودعوه على الغداء ودعوه اخرى على الحشام مع بعض الاسباب. هناك لقاء استثنائي بشكل كبير جدا تفهمت اوروبا وتفهمت المانيا وتحولت الى العلاقات المصريه الالمانيه الى ما يطلق ممكن ان يطلق عليه الشراكه العميقه على عده مستويات اقتصاديه وامنيه وسياسيه. تمام. حتى ان كانت تجربه الاستثمار شركه سيمنز في مصر هي تلك التجربه الرائعه وحتى تم تجهيز فيلم خاص بهذه التجربه وعقل على مستوى رؤساء الدول الافريقيه المشاركه وعلى العالم كله حتى وان حصلت لسه على شهاده خاصه بين سيمنز وقال لك معدلات البنيه التحتيه اللي بتقوم بها مصر هي معدلات غير مسبوقه عالميا وهي الاولى عالميا بشكل كبير جدا. تمام. نجاح مصريه الرئيس يمكن ما ضيعش لحظه واحده منصب صوته حتى مغادرته في لقاءات ثنائيه بدات ب يعني على تقطيعها طبعا القمه الخاصه به في المستشاره الالمانيه ميركل. ايوه. لقاء رئيس الدوله الالمانيه لقاءه مع رئيس البوندستاج ورئيس البوندستاج تحديدا يمكن البوندستاج كان في اجازه لكن اصر على فتح البوندستاج لاستقبال السيد الرئيس. ايضا لائده مستديره لعدد الخبرات الشركات الالمانيه الراغبه في الاستثمار في مصر استفاده من الموقع والسياسات الاقتصاديه المفقوده لقاءات ثنائيه على مستوى وزراء الداخليه والخارجيه والنقل. طيب. وايضا رئيس الائتمار الميوني في طيب خليني اسال حضرتك سؤال اخير يا استاذ احمد، يعني كيف تناولت وسائل الاعلام الالمانيه هذه الزياره؟ حضرتك شفت فيه يعني حاجه مثلا مثيره للانتباه في تناول الوكالات ام كانت يعني تناول بشكل يعني عادي او بشكل خبري فقط؟ خليني اقول لحضرتك ان يمكن الاحداث الداخليه بشكل كبير في المانيا. الداخليه الالمانيه
ما يتعرض له الحزب الحاكم كشاف في انتخاباته الأخيرة، حتى كان يعني كلام ما جرى موجودين هناك من رغبة المستشار الأمريكي في تنازل عن رئاسة الحزب في مقابل استمرارها في دورتها الأخيرة للقيادة المستشارية الألمانية. لكن ده ما يمنعش أن الصحافة الألمانية أكيد مهتمة بشكل كبير وبشكل مؤسسي في تنمية علاقتها مع مصر. تم التعامل مع الرئيس الميسي باعتباره الضيف الكبير في الثقة السياسية والدولة الاستقرارية في إقليم الشرق الأوسط. كان هناك اهتمام في وسائل الإعلام. تمام. أنا بشكر حضرتك.